الله يرحمه طلع بسبعة ارواح. ما انت قلت انه واعي وقارح، وقلت هتحول العاطي على مز حبيبته عشان توجع قلبه. رجع لي ايد ورا وايد قدامك ونام. جراء السيد انت هتقتتني، قلت ورجعت في كلامي. مغلول يا اخي، عايز افش غلي. يعني كل الليله دي طلعت في شنك. هنرجع تاني للترتيب بتاع المزه. لسه ليه عمر يشوفها وهي متقطعه وتحرق قلبه عليها. اهو ده عندي احلى من انه يموت يا سيد. طب يلا يلا شر خلق الله. اشمعنى ترجع تاني؟ عشم ابليس في الجنه. ايه يا مها؟ ايه؟ تباركي لي؟ ومال؟ ايه ده؟ انت مفيش حاجه بتستخبى عني؟ نحتفل؟ مفيش مشكله، خلاص هنحتفل مع بعض. لا 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 دلوقتي ايه؟ ساعه كده وهجيلك. يلا اوكي، باي باي. يلا بقى الواحد يشوف نفسه شويه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الشياكة دي كلها؟ ميرسي يا عمر، ربنا يخليك لينا. لا ليكوا حق بقى تشيكوا وتحتفلوا بالمنصب الجديد بتاع طارق. فعلا يا بابا، احنا خارجين عشان نتعشى سوا انا وطارق، قلنا يعني نسهر ونغير شويه. لا لا اخرجوا واتبسطوا وتفسحوا. بس بقول لك ايه، ما تاخدش على كده. ها؟ احنا عندنا الشغل صعب قوي ولازم تصحى بدري، خلي بالك. ها؟ طبعا يا عامر بيه. ايوه انا قلت الحق نفسي بقى قبل ما ادخل في دوامه الشغل الجديد. ماشي يا ستارق. اسمعوا بقى، انا اتفقت مع الدكتور فؤاد ان انا هروح له المستشفى بكره عشان يجهزوني ان اعمل العمليه بعد بكره ان شاء الله. ايه ده؟ حضرتك بتتكلم بجد؟ بجد بجد؟ ايه عندك شك في كده ولا ايه؟ حضرتك اللي عندك شك في اننا بنحبك فعلا. ربنا يخليك لينا ويديك الصحه وطولة العمر يا بابا. بابا بقول لحضرتك ايه؟ ملناش مزاج نخرج، خلاص خلينا قاعدين. لا 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 الكلام ده لا 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 مفيش حاجه كده. بصي اخرجوا وسهروا وتفسحوا واتبسطوا قوي، انا دلوقتي اقعد شويه واطلع انام. اسمع يا طارق. ايوه يا عم البيه. بكره اللي هيحصل ان خبر دخول المستشفى هيتعرف واسهم المجموعه تنزل وهتبقى في الحضيض. تحب سيادتك بقى نطرح الاسهم دي للبيع قبل ما ترخص كده؟ لا انا عايزك تستنى لاخر النهار لما الاسهم تنزل خالص، وساعتها بقى قبل البورصه ما تقفل بنص ساعه اشتري كل الاسهم الموجوده. اشتري الاسهم وبارخص سعر مهما كانت آراء مجلس الإدارة أو المستشارين اللي حواليك. اوعى تتراجع، وخلي بالك إن في ناس هتحاول تستغل الموقف وتشتري برضه بأرخص سعر. لا 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 ما تخليش أي مخلوق يشتري ولو سهم واحد، مفهوم؟ بس ده كده مش غلط سيادتك. دي مناورة يا طارق، لو ربنا وفقنا فيها هنسيطر على المجموعة بالكامل. تشوفوا سعادتك بكره هتفهموا قيمة الكلام اللي أنا بقوله ده كويس أوي. يلا يلا انتوا بالسلامه، روحوا سهروا سهرتكم، سهره سعيده. ميرسي يا بابا، تصبح على خير. وانت من اهله يا حبيبتي. بعد اذنك يا عامر بيه. مع السلامه يا طارق يا حبيبي. لا ولا حاجه. تصبح على خير. باي باي يا بابا. شفت بقى اني وشي حلو عليك؟ انت طول عمرك وشك حلو عليا. انت لسه شفت حاجه؟ ان شاء الله يا معتز هتعمل شغل جامد قوي وهتترقى في شغلك وتاخد المكان اللي انت تستحقها. بس يا ريت بقى ساعتها ما تنساش الناس اللي وقفت جنبك. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انا عمري ما انسى حد وقف جنبي، وبالذات انت. وبعدين واخداني بدوكه كده وانا خلاص ما بقتش قادر. يعني اعتبر ده غزل؟ والله لو ما كانش يضايقك. يضايقني؟ يضايقني ده ايه؟ ده انا النهارده اسعد واحده في الدنيا دي كلها. في ايه؟ بس مين اللي جه؟ الصدفة الغريبة دي. اه فعلا، صدفة ولا على البال ولا على الخاطر. تحب نمشي من هنا؟ لو نمشي ليه؟ هو في حد ليه حاجة عندنا؟ وبعدين المتضايق هو اللي يمشي. احنا والحمد لله مبسوطين وجايين نحتفل، واللي مش عاجبه هو اللي يشرب من البحر. اه فعلا معاك حق، اللي مش عاجبه هو اللي يشرب من البحر. ايه ده؟ مش ده معتز؟ اه هو يا نورهان، ما تشاوريش. انا مش قادره امسك نفسي، مش قادره اصدق. بقى الصبح يطلق حنان وبالليل يسهر مع الجربوعه دي. مين البنت دي؟ دي صحفيه اسمها مها، بتجيلنا كتير المديريه تاخد اخبار. بس ما كنتش اعرف ان معتز علاقته بيها وصلت لخروج وسهر. يا سلام، بقى يطلق الطيبه الحنينه اللي بتحب عشان يقعد مع الاشكال الواطيه دي. انا مش فاهمه ايه ده، ما عندوش دم؟ اهدي يا نورهان، فعلا ما يستاهلش حنان، ما يستاهلش غير الاشكال دي. معتز في ايه مالك؟ انا حاسه كده من ساعه اللي اسمه طارق ده ما جه وانت مش على بعضك كده ومتوتر. لا مين ده اللي يوترني؟ انا ما حدش يقدر يوترني، انا بس عينيا جت في عينيه ولازم اروح اسلم. لا سيبك منهم، ما تسالش فيهم اصلا. مش هتاخر عليكي ثانيه واحده بعد اذنك. انا الحق يا طارق، ده جاي علينا. مساء الخير. اهلا يا معتز، اتفضل. طارق لا حضرتك ما تقلقيش، انا مش هقعد، انا معايا ناس بس شفتكم وقلت اجي اسلم عليكم. لا محترم، فيك الخير وصاحب واجب. على فكره يا طارق، ربنا اعلم انا متضايق قد ايه على موضوع اقالتك ده. اولا انا محدش اقلني، انا اللي استقلت. ثانيا انا عندي الاهم اللي يخليني اقدم استقالتي عشان اتفرغني. ثالثا بقى يا معتز، المكان بتاعي اللي انت طول عمرك بتحلم بيه ده مكانك، ربنا يعينك ويوفقك. رابعا بقى يا طارق، مش عايزين نعطل الاستاذ عن الناس اللي هو قاعد معاهم. ممكن تتفضل. اه معاك حق فعلا. عموما سهره سعيده، عن اذنكم. اخس، انا مش قادره اصدق، مش قادره اصدق اللي اسمه معتز ده نفسيته جحيم قوي كده. طول عمري يا نورهان وانا حاسس انه بيحقد عليا، بس انا اللي كنت بكاتب نفسي بقول انا غلط، احنا زمايل عمر في الكليه وفي الشغل. يلا، هو كل واحد بيعمل بأصله. مات شيك لو سمحت. شفت؟ مش قلت لك ولا تسأل فيهم؟ اديك راجع من عندهم اهو دمك محروم. معاك حق، احنا لازم نمشي من هنا فورا. عندك حق، المكان هنا بقى دمه تقيل خالص، واحنا مش عايزين حد يبوظ علينا سهرتنا، مش كده يا معتز؟ ايوه يا شاوي، اسمعني كويس ونفذ اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. بكره الصبح انا هدخل المستشفى علشان اعمل عمليه خطيره جدا. الخبر ده عايزك كل الجرايد والمجلات تنشره، بس اسمع، مش عايز اي حد يحس ان احنا ورا الخبر ده، والا كل شيء انا برتبه هيبوظ. ستاري يا ستي بيتريق عليا، بيقول لي ربنا يعينك على شغلتك الجديده، فاكرني مش هقدر اسد مكانه. غبي. معلش يا معتز، اصل الغيره تعمل اكتر من كده. بكره لما تعمل اللي هو ما قدرش يعمله وتثبت لكل الناس انك اكفأ منه وانك احق منه بالشغل اللي كان هو بيعمله، كل الناس ساعتها تعرف ان هو كان عايش على مجهودك وعلى شغلك انت. انا مش عارف لو انت مش جنبي في ظرف زي ده كنت عملت ايه. انا هفضل دايما جنبك يا معتز، وانا مش هستغنى عنك ابدا. ده كلام خطير جدا يا حضره الظابط. طيب عشان انا اثبت لك ان انا قد كل كلمه قلتها، انا خلاص طلعت حنين ومحتاج لحد جنبي، واظن مفيش غيرك انت يقدر يسد في كده، مش كده؟ الحقيقه يا معتز انت فاجئتني بالكلام ده. لا والله. طب انا اسف يا ستي، اسف ان انا فاجئتك. لا الحكايه مش كده خالص. انا زي ما قلت لك يا معتز، اي واحده في الدنيا تتمنى راجل زيك، وهتبقى اسعد ست وهي جنبك كمان. ايه؟ سكت ليه؟ لسه مترددة؟ لا مش مترددة ولا حاجة، بس أنا خايفة يا معتز إن ده يكون قرار انفعالي، يعني بسبب الظروف اللي مريت بيها أنت وطارق. لا 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 لا، ما أنا عارف، أنا عايز إيه كويس أوي، وعارف إن أنت مش هتحتاجي تاخدي وقت، لأن أنت لو خدت القرار ده هيفرق معايا كتير أوي في شغلي. عارفة يا مها، أول ما أخلص القضية اللي في إيدي دي واثبت للعالم كله مين هو معتز، اليوم ده هيكون يوم فرحنا، وهيبقى الفرحة الكبيرة. وأنا مستنية اليوم ده بفارغ الصبر يا معتز. أنا حاسس إن اليوم ده قريب، قريب أوي يا ماما. مش هو ده الملف اللي بابا اداهولك وقال لك لازم تشيله؟ اه معلش يا حبيبتي، اللي حصل النهارده ده خلى دماغي تلف، نسيته خالص. معلش، ناوي تشيله فين؟ عندنا في الفيلا؟ لا 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 ما ينفعش، الفيلا مقفوله واحنا مش هناك، شكلنا كده هنطول على ما نروح بسبب تعب باباك. امال هتشيلهم فين؟ معقول يا طارق هتسيب الملف هنا؟ شوف يا نورهان، شغلي علمني لو عايز اخبي حاجه في مكان ما حدش يعرف يوصل له، حطه في مكان غير متوقع ومكان عادي جدا. خلاص خليهم هنا، بس لما نرجع بيتنا لازم ناخدهم معانا. اكيد، بس اللي اهم من ده بقى يا نورهان، محدش يعرف مكان الورق ده غير انا وانت بس، حتى عامر بيه ما يعرفش. حاضر، تسمع لك. خافش يا حبيبي، هتبقى كويس. يلا هتاخدوا عامر بيه تعمل له كل الاشعاعات والتحاليل اللي لازمه لعمليه بكره، دكتور حسام هيعمل كل حاجه. اتفضل. بابا خد بالك من نفسك، انا عايزاك. طمني يا دكتور، الحكايه دي هتاخد وقت طويل؟ لا لا لا، دي هتتم على مدار اليوم، ما تشغليش بالك، تقدري تستنيه في السويت بتاعه. استنى ايه؟ مش هقدر، خليني هنا، مش هقدر. اما انا بقى عامله لك حته مفاجاه، انما ايه يا روحي تجنن. اهو انا ما بقلقش يا ماما منك غير من تجنن دي. امبارح انا قابلت نبيله صاحبتي، حرم المستشار الشناوي صاحب بابا الله يرحمه، وشفت بنتها زينه. يا حياتي على جمالها، زينه وهي زينه. استنى عامله لك مفاجاه، جبت لك صورتها، وبصراحه ما حسش نفسي ابدا ان احنا نروح نزورهم. يا ماما وهنزور الكائن ده نعمل بيه ايه؟ نعمل بيها ايه؟ ايه؟ نخطبها طبعا يا حضرة الظابط. نخطب ايه يا ماما؟ مين قالك ان انا عاوز اخطب؟ ماما لو سمحت ارمي الموضوع ده من دماغك، السكه دي مش سكتي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ سكتي ومش سكتي؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ يا ابني الجواز يعني عائلات، يعني نسب. ماما انا قلت اللي عندي، ويا ريت ما نتكلمش في الموضوع ده تاني عشان لا تحرجيني ولا تحرجي نفسك. يا حبيبي انت عايز ايه بالظبط؟ اقول لك بنت اللواء سليمان تقول لي اتخطبت، اقول لك بنت المستشار الشناوي تقول لي سكتي ومش سكتي. تقول معايا صريح وتقول لي انت عايز ايه؟ انا عارفه انت عايز ايه يا شريف، انت عايز تنقطني. يعني انا لو ما عملتش اللي انت عايزاه يبقى انا عايز انقطك؟ بص بقى يا شريف، تعالى كده معايا بصراحه وقول لي انت عايز ايه بالظبط. لا 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 من غير ما تقول، انا عارفه بنت السول دي هي اللي واكله عقلك ودماغك. لو سمحت يا ماما ملوش داعي التجريح ده. اسمع يا ابني، انا نظرتي عمرها ما خيبت ابدا. اللي اسمها ساره دي عرفت تلعب بعقلك ودماغك. طبعا ما انت بالنسبه لها فرصه العمر. انت غلطانه يا امي، ساره بنت فقيره وعلى قدها. بس اوعي تفتكري انها بتفكر بالطريقه بتاعتك دي. لا لا لا، انا دخلت بيتهم وشفت ابوها راجل غلبان وعلى قد حاله بس محترم، ولعلمك ساره اصلها كويس قوي وفرصه لاي واحد عاوز يرتبط بيها. ويا ريت بقى نقفل الكلام في الموضوع ده من اساسه، لاني زهقت من التفكير بتاعك ده. بعد اذنك انا ايه؟ استنى بس يا شريف، يا شريف انت يا ولد استنى هنا. وكمان قابلت ابويا يا شريف. يا اخي بيت املي في كلامي، يا اخي بيت املي. اعمل ايه بس يا ربي؟ الشاي. الو صباح الخير يا ساره، انا نجوان هانم. اهلا اهلا نجوان هانم. الحمد لله، ازاي حضرتك؟ تحت امرك. طيب ساعه كده واجي لحضرتك على النادي. حاضر، مع السلامه. مين دي يا ساره؟ دي والد شريف اللي معايا في الشغل. شريف؟ مش هو ده اللي زارنا من مده؟ هو. بصراحه انا من ساعه الزياره دي وكنت حاسس ان الزياره وراها حاجه. وبصراحه شريف ده انسان كويس، وواضح انه من عيله كويسه، ومكالمه امه النهارده بتؤكد كلامي ده. ربنا يسعد ايامك يا ساره بنتي. ايه يا بابا انت مخك راح لبعيد قوي، بعدين الحكايه مش كده خالص اكيد. لا هي كده، امه عايزه تقابلك عشان تجس نبضك ناحيته، عشان لو وافقتي يتقدموا رسمي. ولو ان يعني لو حصل البيت هيرضى عليا انا امك، لكن نعمل ايه؟ هي دي سنه الحياه. المهم ان احنا نشوفك سعيده يا ساره، وانا وامك نفرح بيكي. انا هقوم افرح امك يا ساره. يا ام ساره، ام ساره. ايه ده؟ الحمد لله على السلامه يا كارما. تصدقي بقى بالرغم ان انت بتغلسي عليا بس بصراحه المكتب من غيرك وحش جدا. اولا الله يسلمك، ثانيا انت فعلا بنت رخمه والواحد لازم يرخم عليكي، بس اعمل ايه بحبك. طب احكي لي، لسه قاعده عند الجو؟ ايه بنت الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ جو ايه وبتاع ايه؟ وعشان ترتاحي بقى انا خلاص رجعت البيت. عبيطه، كنت اقعدي كمان شويه وحد يلاقي يا بنتي. مين عارف، مش يمكن مع الوقت كان حصل المراد. ما هو خيالك الواسع ده هو اللي هيودينا في داهيه يا ستي. ما هو خيالي ده هو اللي انقذك لما لجأت الفتح. بصراحه عندك حق، عشت معاه اجمل ايام حياتي. احساس الامان اللي انا حسيته معاه عمري ما هعوضه، اصلا مستحيل احسه مع حد تاني. بس اعمل ايه بقى؟ لازم ارجع للهم والغم اللي اسمه حاتم. ايه ده؟ هو انت شفتيه؟ ويا ريتني ما شفته، ده اتجنن خالص. كارما خدي بالك من نفسك. ايوه عندك حق، انا حاسه انه حتى مش هيجيبها لبره يا ولا خالص. حاسه انه هيبته هتبقى وحشه، وحشه قوي كمان. انا برضو مش فاهمه يعني حضرتك تقصدي ايه بالكلام ده؟ انا دخلي ايه؟ شريف عايز يرتبط ولا لا؟ لا ده انت ليكي دخل كبير قوي. ما تقولي اللي عندك يا نجوان هانم. شوفي يا ساره، انتي بنت طيبه ومركزك كويس وبنت ناس طيبين، صحيح يعني هم على قدهم قوي قوي يعني، بس اهو الناس بتقول عليكم انكم طيبين. ده بس من ذوقك يعني. المشكله يا ساره انك مش مناسبه لشريف خالص. يعني مش مناسبه لايه بالظبط؟ انتي فاهمه قصدي كويس قوي. لازم تعرفي ان ارتباطك بشريف مستحيل، وكده يا روحي انت هتوقفي حالك وحاله. ومين بقى اللي وصل لحضرتك ان انا عايزه ارتبط بشريف اصلا؟ يا روحي دي حاجه واضحه زي الشمس. لا حضرتك غلطانه. وبعدين انا اللي بيني وبين شريف الزماله وبس، ولو هو بقى بيفكر في حاجه تانية زي الارتباط مثلا، فانا الموضوع ده مش في دماغي خالص، ولو جو فتحني في الموضوع ده فانا هفكر مليون مره. ضحكتيني يا بنت، انتي اللي هتفكري. انا اللي افكر. نجوان هانم خليني اكون صريحه معاكي، بس يا ريت ما تزعليش مني. اولا انا ما بحبش ارتبط براجل امه مسيطره عليه، لانها هتنغص عليه عيشته وعيشه اللي معاه. وبعدين اطمني، انا ما بفكرش في الارتباط اصلا بشريف، وحتى لو فكرت لازم حضرتك تكوني موافقه ومقتنعه، ساعتها بس ممكن افكر، غير كده حضرتك اولى بيه. ايه الكلام البلدي ده؟ ايه اولى بيه ده يا بنت؟ عموما كلامك ده بيؤكد لي ان انت ما تنفعيش ابني خالص، بلدي قوي. طيب بعد اذنك يا ماما عشان انا اتاخرت. بلدي؟ سمعتوا ايه الاخبار؟ دي كارثه، دي مصيبه. معقول عامر بيه يقع بالشكل ده؟ يا جماعه المفروض ننتظر لما نتاكد. أنا من رأيي نبيع فورا، لأن الخسارة هتبقى كبيرة علينا. أنا بأيدك يا شوكر بيه. أنتوا ناسيين إن عامر بيه امبارح عين نائب رئيس مجلس إدارة. يعني المفروض ننتظر لما يجي وناخد رأيه. هو فين؟ ما جاش ليه؟ أنا كلمته من شوية وقال لي إن هو في الطريق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار يا ساتر؟ سمعت حضرتك اللي حصل في البورصة؟ سمعت. لو ما لحقناش نتصرف احنا هنضيع. ده غير الأخبار اللي سمعت مع الموظفين والناس اللي بتتعامل مع المجموعة، وطبعا ده عمل شلل في الشغل كله. احنا مش عايزين ناخد أي تصرف في تسرع يضيع علينا كل حاجة. أنا هجتمع دلوقتي مع الأستاذ شاوي رئيس الشؤون القانونية وأستاذ حلمي رئيس الشؤون المالية. هندرس الموقف ونشوف إيه القرار الصح اللي ناخده عشان نلحق المجموعة قبل ما تنهار. أول ما أوصل لقرار هبلغكم على طول. من فضلكم تسيبوني نروح ننام شوية. ايه رايك يا استاذ حلمي؟ انا مش شايف قدامنا غير طريق واحد، اللي هو ان احنا نبيع وبمنتهى السرعه قبل قيمه الاسهم ما تنهار والخساره تبقى جسيمه. وانت يا استاذ شاوي شايف ايه؟ والله كلام الاستاذ حلمي منطقي وسليم، انا شايف ان هو ده اللي لازم يحصل. طب ولو قلت لكم بقى ان عامر بيه كان شايف غير كده وطلب مني ان انا اشتري مش ابيع؟